بعد فترة طويلة بين تداول أنباء المفاوضات ونفيها، كشفت تقرير صحفية إسبانية عن موعد إتمام صفقة الانتقال الفرنسي أنطوانو جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد لصفوف برشلونة. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن جوسي بارتوميو رئيس النادي الكتالوني اجتمع مع والد جريزمان وتم الاتفاق على كل شيء يخص صفقته. وقررت إدارة البلاوجرانا دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم الفرنسي الصيف المقبل، والتي تبلغ 100 مليون يورو، لتدعيم الجبهة الهجومية للفريق. وأشارت الصحيفة إلى سعي البرسا لإتمام الصفقة قبل انطلاق مونديال روسيا الصيف القادم، حيث تم حجز القميص رقم 7 من أجل جريزمان. وشارك جريزمان مع الروخا بلانكوس في 32 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، حيث سجل 16 هدفا وصنع 10 أهداف حتى الآن.